السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب اللغة الإنجليزية، معكم الأستاذ منير. إن شاء الله اليوم راح نبلش معكم بالبريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. خلينا نشوف كيف نصرف المضارع التام. ناخذ مثلا الفعل play، تمام، يلعب. I راح تاخذ have، والفعل play بصير verb 3 يعني ايدي، تمام، بنضيف له ايدي. إذا you have played. I have played يعني أنا قد لعبت. You have played، أنت قد لعبت، تمام. We have played، تمام. They have played يعني هم قد لعبوا، تمام. نيجي الآن على المفرد، جماعة المفرد. He has played، تمام. إذا الهي أخذت has وليس have، تمام. فقط هدول الضمائر بياخذوا have، ضمائر الجمع بالإضافة إلى ضمير I المفرد، تمام. He has played، she has played، it has played، تمام. ناخذ مثال عن الأفعال الغير منتظمة، تمام. مثلا الفعل see، الفعل يرى، تمام. I have، بصير التصريف الثالث تبعه، التصريف الثالث تبع الثاني تبعه so، بس التصريف الثالث seen، تمام. I have seen، تمام. You have seen. لكن الأفعال المنتظمة التصريف الثاني والثالث دائما بيكون نفس الشيء، إيدي إيدي، تمام. You have seen، we have seen، تمام، يعني نحن قد رأينا. They have seen، تمام. الآن نفس الشيء، he has seen، she has seen، هي قد رأت، it has seen لغير الآخر، تمام. نتعرف على أشكال الجملة. عندنا الستيتمنت، الجملة الخبرية اللي هي الجملة العادية. ف you have seen that movie many times، يعني أنت شفت أو قد شاهدت الفيلم عدة مرات أو الكثير من المرات، تمام. you من ضمائر الجمع أخذت have، والفعل see صار تصريف ثالث seen، تمام، إلى آخر جملة. وعندنا هون من الدلائل many times، عدة مرات، تمام. بدنا نعمل السؤال، بس نبدل have مع you، بتصير have you seen that movie many times، تحط علامة استفهام، تمام. طيب إذا بدنا نعمل نفي، you have not أو haven't، تمام. يعني ممكن أنا أحكي you haven't seen that movie many times، يعني ممكن نختصر كلمة have not، تمام، have not ممكن تصير haven't، تمام، نختصرها بهي الطريقة. نتعرف على دلالات القاعدة، تمام، الكيوردز ever بمعنى أبدا، نستخدمها مع السؤال، وإذا كان قبلها نفي فقط. Have you ever met him؟ هل سبق لك؟ طبعا ever بمعنى أبدا يعني طول حياتك. Have you ever met him؟ يعني طول حياتك هل قابلته؟ هل سبق لك أن قابلته؟ الفعل meet طبعا. إذا have you ever، وهذا أخذ التصريف الثالث، تمام. طيب بدي أنفيها، إذا كان قبلها نفي، تمام، نستخدم كمان ever، ما في مشكلة. Nobody has ever been to France، يعني لا أحد، تمام. طبعا لا أحد مفرد، صح، راح ياخذ has، تمام. إذا والفعل اللي بين أقواس هو أصلا be، تمام، صار التصريف الثالث been، تمام. إذا nobody has ever been to France، يعني لا أحد ذهب إلى فرنسا أو كان في فرنسا أو سبق له أن كان في فرنسا، تمام. طيب نشوف الجملة اللي بعدها، في عنا never، never بمعنى أبدا، تمام. إذا I have never eaten sushi، يعني لم يسبق لي أن أكلت سوشي، تمام. إذا never بمعنى أبدا، ولكن ما بيجي قبلها نفي، هي أصلا نفي، تمام، بتنفي الجملة. I have never eaten sushi، إذا الفعل eat صار تصريف ثالث eaten. I أخذت have، تمام، والفعل eat صار تصريف ثالث eaten، تمام. never نزلناها للنفي، تمام، من دلالات القاعدة. I have eaten munsaf once، يعني أكلت منسف مرة واحدة، لاحظوا من دلالاتها once، تمام. إذا I have eaten munsaf once، I أخذت have و eaten عندنا، تمام.
I have traveled many times, تمام؟ many times أو several times ممكن أحكي، سافرت كثير من المرات أو عدة مرات. I أخذت have والفعل travel صار إيدي. She hasn't met him before. تمام؟ إذا في عنا before. She hasn't met him before. إذا she أخذت has، تمام؟ نفيناها. والميت صار تصريف ثالث met. تمام؟ يعني هي لم تقابله من قبل، تمام؟ She hasn't met him before. لم يسبق لها أن قابلته. عندنا الفعل have، تمام؟ الآن الفعل have، القاعدة تحكي الآي تأخذ have، بعدين الفعل بين أقواس لأصرف وتصريف ثالث بيصير had، تمام؟ I have had four quizzes so far، تمام؟ إذا عندنا so far بمعنى لحد الآن، يعني حتى الآن صرت أخذ أربع امتحانات، أربع كويزات. I have already done my homework، تمام؟ في عندنا already، يعني أنت لما عملت عمل أنهيته قبل شوي أو أنهيته للتو، تمام؟ فبتستخدم معه already. I have already done my homework، يعني أنهيت واجبي سابقاً أو للتو أنهيت واجبي، تمام؟ إذا الفعل do بيصير done. الـ I أخذت have، وعندنا already دلالة الـ present perfect. done صار التصريف الثالث، my homework واجبي، تمام؟ اليت نستخدمها في حالة السؤال والنفي، تمام؟ Have you read، عفواً، have you read the book yet، تمام؟ إذا تصريف الثالث من read يبقى كما هو read، التصريف الثاني فقط يتغير في اللفظ read. Have you read the book yet، تمام؟ يعني بمعنى لسه أو لحد الآن، تمام؟ هل قرأت الكتاب حتى الآن، تمام؟ يعني أنهيت الكتاب بهذا المعنى حتى الآن، تمام؟ إذا يت بمعنى هون حتى الآن، تمام؟ أحمد hasn't finished his homework yet، تمام؟ يعني أحمد، وهون عندنا نفي فحطينا اليت آخر شيء، تمام؟ أحمد hasn't finished his homework yet، يعني أحمد بعده لم ينتهي من واجبه، تمام؟ يعني لسه، هون إجت بمعنى لسه ما خلص واجبه. إذا أحمد مفرد، أخذ has نفيناها لأنه في عندنا يت، والفينش الفعل أخذ إيدي لأنه فعل منتظم تصريف الثالث، تمام؟ إذا أحمد لسه ما خلص واجبه، هون استخدمناها للسؤال. طبعاً من المعلوم أهم الدلالات اللي هي since و for، تمام؟ بمعنى منذ. فنحكي I have been in Jordan for 3 years، تمام؟ إذا أنا أصلي بالأردن لمدة ثلاث أو منذ 3 سنوات، تمام؟ يعني الزمن هون مو محدد، مشان هيك استخدمت معه for. لكن لو حكيت I have been in Jordan since 2003، تمام؟ يعني أنا أصلي في الأردن منذ 2003، تمام؟ هون أنا حددت الـ 2003 فاستخدمنا معها since. إذن since مع المحدد، مع الزمن المحدد، وفور مع الزمن الغير محدد. 3 سنين هي أنا ما بعرف متى بدأت، تمام؟ نيجي نحل التمارين على الـ present perfect، تمام؟ أول وحدة محلولة I، تمام؟ وفي عندنا نفي not والفعل work، تمام؟ فI بدها تاخذ have، تمام؟ بدنا نضيف النت النفي. I have not والفعل work نضيف له ed تصريف ثالث. I have not worked today، يعني أنا لم أعمل اليوم. الفعل by، we تأخذ have لأنه we جمع، والفعل by بيصير bought، تمام؟ لأنه تصريفه الثالث bought، فعل غير منتظم. احفظوه حفظا. We have bought a new lamp، يعني اشترينا لمبة جديدة، تمام؟ طيب عندنا هون plan يخطط، وفي عندنا نفي. إذا we تأخذ have، بنضيف haven't لأنه في عندنا not أو have not، تمام؟ ما في مشكلة، ممكن أحكي هيك أو أختصرها haven't، تمام؟ والفعل plan بصير planned، تمام؟ إذا we haven't planned our holiday yet، تمام؟ يعني لسه ما خططنا لعطلتنا. لاحظ النفي أخذ yet، تمام؟ مثل ما حكينا. where، تمام؟ في عندنا be ويو. طيب يلا، يو شو بدها تاخذ؟ ضمير يو هاف لانه من ضمائر جمع. وير هاف، بعدين بدنا ننزل اليو، تمام؟ يو
تمام، إذا اليو أخذت هاف، تمام، وير هاف يو، والفعل بيبدأ يصير تصريف الثالث، تمام، وير هاف يو بين، يعني وين كاين، تمام. هي من ضمائر المفرد ياخذ هاز، تمام. الفعل رايت بيصير ريتن بالتصريف الثالث، هي هاز ريتن 5 ليترز، يعني قد كتب 5 رسائل، تمام. في عنا شيء بتاخذ هاز لانه نفي، عفوا لانه مفرد، تمام. الان في عنا نفي هون بدنا ننفيها لهاز، هازنت، والفعل سي نضيف له تصريف الثالث سين مثل ما تعلمنا، she hasn't seen him for a long time، يعني لم تراه for a long time. عندنا هون long time من الدلالات، تمام، yet من الدلالات، today من الدلالات، تمام. اذا يعني لم تراه منذ مده طويله، for a long time. طيب في عندنا هون سؤال، في عندنا بي ويو، اذا اليو شو بتاخذ؟ هاف، تمام، وبننزل اليو، اهم شيء الهاف كابيتال، تمام. والبي شو بيصير؟ تصريف ثالث. هاف يو بين ات سكول، يعني رحت على المدرسه، تمام، جوز الاب بيسال ابنه، يعني جوز راح طش له طشه. طيب سكول، سكول مفرد مدرسه، تمام، بدها تاخذ هاز. في عندنا نوت تون، حتى لو ما كان حاط نوت، في عندنا يد تون، تمام، وما في علامه استفهام، معناته نفي. اذا سكول مدرسه مفرد بدها تاخذ hasn't، الفعل start، ضيف له ايدي، hasn't started yet، يعني لم تبدأ بعد، تمام، لسه ما بلشت، مثل ما حكينا معناها لسه أو بعد. طيب في عنا سؤال هون، وفي عنا هي شو من ضمائر شو؟ المفرد، فشو راح ياخذ؟ has. دائما بالأسئلة بنبلش بالأفعال المساعدة، has، تمام، بعدين ال has شو بدها تاخذ؟ ال هي، تمام، has he، والفعل speak بيصير spoken، يعني has he spoken to his boss، يعني هل تكلم مع مديره، تمام. no he، تمام، وفي عندنا الفعل have، he من ضمائر المفرد، فشو بدها تاخذ؟ has، تمام. وفي عندنا نفي، بدنا ننفي he hasn't، تمام. اذا اول شيء نفينا ال hasn't، تمام، هي بتاخذ مفرد hasn't. وفي عندنا الفعل الرئيسي have، شو بصير التصريف الثالث تبعه؟ had، تمام. he hasn't had the time yet، يعني لسه ما كلم الزعيم، بمعنى انه ما كان عنده، لسه ما حصل على الوقت، تمام، لسه ما كان عنده الوقت المناسب، تمام. لاحظوا yet نفي مثل ما حكينا، فراح نعمل check answers. بسم الله، احنا هون في عندنا الكابيتال وي، احنا رجعنا ضفنا كلمه وي، اذا have haven't planned our holiday، صحيح كلمة بلاند ما فيها شيء، إذا نرجع نعمل، تمام. إذا احنا كنا مكررين الفاعل، تمام، هم حاطين الفاعل جاز، رحنا كررناه في الجملة. We haven't planned our holiday yet، تمام، يعني لسه ما كنا مخططين بعد لعطلتنا، تمام. Great, all answers are correct، يعني كل الإجابات صحيحة، يعطيكم العافية، أتوقع أنكم فهمتوا إن شاء الله، يعني مع الممارسة اللي مارسناها صار الموضوع أسهل، بالاضافه انكم راح تمارسوا في الموضوع في المدرسه، فان شاء الله راح يصير عندكم معلومات اوسع. الله يعطيكم العافيه، اتمنى لكم يوم سعيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.